شباب، هذه رسالة أوصلها حق الشباب اللي يطلعون تشخيط. في وايد ناس تطلع بروحها زين، وفي ناس بغت تطيح، وفي ناس طاحت بحر. هذه الساعة يا شباب من تطيح بحر تشخيط، وقت التشخيط وقت الطلعة شو يصير بالطراد على طول يطفي. شوف الحين شبكناها. طبعا هذه الساعة في لها سيستم كامل مربوطة ما بين التلفون وما بين المكاين، وحتى لو ما كانت بالتلفون هذه راح تكون موجودة ثابتة وياي. لا سمح الله لو اني طحت، لو اني باعت، او شخص كان وياي، انا طبعا الاشخاص اللي يكونوا وياي يكونوا نفس الساعة وياي، عندي كذا ساعة لهم. لو سمح الله بالطريق طاح ولا شيء اعرف وين مكانه على طول بالتلفون، يعطيني الجي بي اس وين مكانه ويحدد لي وين مكانه واروح له حتى لو ما شفته بالليل. هذه كنقطة. أما إذا أنا بروحي لا. الحين الساعة، هذه الساعة شغالة، شوف. أوكي، السيستم كله أوكي. شوف الحين بحطها بالماء. أول ما تحطها بالماء هذا الطراد طفى، أعطت مسج، أعطت أهداف. هذه المعلومات في طلعتنا اليوم في من جنوب الكويت، ورايحين حق شنو؟ حق الجنعد مع عبد الله العلي وانور الدهاني. شوكم الله. على طول دز مسج حق الاشخاص اللي انا ضايفهم، وعلى طول يعرفون اني انا طحت بالبحر او لا سمح الله صار لي شيء، على طول يعرفون وين مكاني بالضبط. وهذه ميزه حلوه ان في احد هم يداري باله عليك، يعني هذه نقطه. عبد الله وانور، ما شاء الله من وصلنا وقاعد تجهزون. لابد هني السر، ها؟ تجهيز والتعاون. ايه. انا عندي رساله حق الشباب كلهم، السمكه هذه يبي لها تعاون. لا حد يخش على الثاني، هذا بحر مفتوح، لا حد يخش على الثاني ويتنحس على الثاني. سمكه عابره، هذه عابره، هذه عابره، واذا تعاونتوا فيها الكل راح يصيد. الكل راح يصيد، صح؟ لا حد يخش على الثاني انه يبي يبرز بصيده، لا تعاونوا وكلكم تستانسون ان شاء الله. وخلوا البحر ما فيه اسرار، خلاص ما في اسرار، زين ما في اسرار. هذه مو قوه، صخر، صح؟ وهي عابره مثل ما قلت، صدق، وامتداد من الخليج للمحيط الهندي، وتدش للجون بعد للجون، ومن من المتر ل 180 متر تعبر كل مكان. اي
بلشت تقريبا بالتشخيط سنة 2014 أو 2013. طبعا كان اتجاهنا قبل كله حداق، وبسبب ان البيئه اللي شفتها بيئه مدمره عندنا، كانت عندي كاميرا وقت الحداق اطالع الارض، فيوم شفت الارض شفت ان البيئه كلش مدمره تحت بسبب الكرف، فشفت ان بدل لا اضيع وقتي تقريبا بالحداق، لان الحداق شبه ضعف عندنا خلاص او انتهى الحداق عندنا، فاتجهت حق التشخيط. التشخيط شوي انه أونس كصيد أفضل من الحداق بالوقت الحالي. الحداق خليناه بعمان صراحة، خلاص حداق عمان تشخيط كويت. ما شاء الله عبد الله، الله يبارك لك في الطراق. حلو إن الواحد يكون حداق وراعي تكنولوجيا. لابد قاعد تسوي عبد الله؟ غير الأوتوبايلت، الأوتوبايلت دائما بالموج حطه بوضعية شوي اخف سرعة. بعض الناس يقول لا الاوتوبايلوت يمين يسار، لازم تهدي. هو نفس الانسان، تخفف سرعته او تزيد سرعته على حسب حالته. الحين بنشخط محتاج استيعاب شوي يكون اسرع من الطبيعي، لان على فترة طويلة تقعد تقرب سكان راح شوي تتعب. وهذا يساعدك ان الخيوط ما تدش بعض. طبعا اذا خليته بطيء الوردات تنصح راح تشابك ببعض. باللفه لابد انه شوي تقرب سرعه، تعطيه سرعه شوي عشان تشد وياك الوردات ما تدش بعض. فالبردات من 12 ل 9 وكل واحد ماخذ وضعه وعمقه. طبعا حاليا قاعد نستخدم ساعات نغير كل شهر 12 بس على حسب البحر على حسب تركيبه في الحلقه. من يصير عليها الخط انجيج. ايوه شوف خلاص لحد شوف انا كله دائما أربعة اقل شيء احطه 3.5. ميزان البورد هو يزيد، ما اقول لك بس وزنيه البورد شوي بالخيط، كل ما سمك اللي ورا البورد اعطاك ميزان اكثر. حتى ساعه تنبلع القفشه على خيط متين ما يقعد يدفع عليك البورد ولا ياتي. اذا خيط ضعيف على طول راح البورد ياخذ يمين يسار. يلا بس نشوف الحجم عاد. يلا الحجم حلو. اهم شيء تكون فاكس ما تشد عليها، ما تعطيها حد القوه كلها، وبعدين تكون منتبه ويا الكاس اللي موجود. لا تكون لافل يمين يسار، اذا لافل على المكاين لا على طول عطى انتباهك ولا لا، لف يمين لف يسار هو ينتبه وياك. هذا الأولى؟ هذا الأولى معقولة؟ وإن شاء الله يجي أكبر منها. إن شاء الله إن شاء الله. بلشت يمكن تقريبا قبل 3 سنوات. يمكن اللي خلاني أبلش بالتشخيط حولت ما بين أنا كل سنة تقريبا كلها غوص،
فقلت ما بين الشتاء والصيف لازم أغير شوية، فقلت خليني أغير ما بين الغوص، أخليه الغوص صيف والشتاء يكون تشخيط. والحمد لله يمكن خلال 3 سنوات هذه توفقت وتعلمت شيء حلو وشيء جديد بالنسبة لي، ويمكن الحمد لله وصلت يعني أداة طيبة بالشنعد، وصلت خبرة زيادة خلال 3 سنوات هذه الحمد لله. مسعود أخف عشان لا يلف البول، أخف كم سرعة بسرعة كم سرعة عشان لا يلف البول. أبو أحمد يمين يمين يمين، حاضر حاضر، تعال تعال يمين، تعال خذ يمين شوية. هذا ما شاء الله الصيد قام يبين، وعبد الله وأنور ما قصروا، قاعد يباشرون ربعهم يون نفس المكان اللي فيه الصيد. نهار وين كانت تضرب؟ اي صح عكس خليني خليني. عوده عوده عوده. شوف هي تبلش تنعد نقدر نقول من شهر 9 بالصيف. هي موجوده طوال السنه لكن في دخيل علينا على قوه الحداقه، ساعه السمكه موجوده لكن في سمك الصغار يؤذي صيدتها اللي هي الضلعه. في بعض السمك يؤذي انه يكون اغلب من التنعد، هي موجوده طوال السنة بس أحجام صغيرة جدا، ويأثر عليها السمك المحيط أنك أنت ما تقدر تصيدها مثل الضلعة، وأنت تشخط راح تكون الضلعة أكثر منها ولا هي موجودة. لكن من تبدي تخف الضلعة باقي السمك تبدي هي تبرز بروحها. شلون الحداق إذا حضرت مثلا شعري ولا شيء حوالي 100 يوم ما راح يخليك تصيد. فإحنا نبلش من شهر 9 10 تبدي تنعدها الخباطة الصغيرة، وتبدي من شهر 11 12 الحجم يبدي يكبر وياك. حتى النثية نبدي نصيدها من شهر 12 شهر 1 تشوفها دائما ماخذه عرض، مو نفس الذكر يكون مسلوب. والاوزان تبدي تبلش تزيد لشهر 3 4 5. طبعا في كذا طريقه يصيدونها، في شباب عندنا يصيدونها بالمحايا حق الاحجام الاكبر. طريقه البورد ما تصيد لك الاحجام الكبيره، تصيد بس لكن مو بكثره شو اسمه الحياه، مو كثره اللي هي طريقه التشخيط بالبول. يلا مسعود، الموضوع ما هو صيد، الموضوع انك تعدل وتغير وتغير الوانك وبورداتك وتشوف ارضك وسرعتك. ولا ايش رايك يا عبد الله؟ غير الالوان، الماي تصعد تنزل تصعد، يعني ارتفاع منسوب الماي لدور، وين البورد يكون لدور، والقفشه لها دور. الخيوط تختلف، فدائما يكون في حسبه ما بين طراد وطراد تكون مختلفه شويه. في خيوط تكون مثلا 42 ممكن تكون 44 45 تكون توصل لل 50 و55. الخيوط الحرير هذه كل واحد منهم له حسبه، حسبه البورد. يعني لو بعطي افتراضيه مثلا على بورد مثلا 12، لو اني انا على خيط 42 يمكن 4 الوان اوصل تقريبا 65 66 تقريبا، ويختلف طبعا من السناره، من راس السناره وتكون البورد وينه بالضبط. ونفس الشيء بنفس الوقت الخيط 55 راح يختلف وياي اكثر. يعني انا بال 42 اعطيه 4 الوان، بال 55 اعطيه تقريبا 6 الوان، فتفرق وياي. هني الفرقيه هذه لازم تكون عندك خبره فيها، انك انت توصل السمكه على حسب السنار عندك، شنو البلاد عندك يعطيك وين السمكه بالضبط، وين بالضبط اول شيء ما تبلش فيها. طبعا الموسم اول موسم غير واخر الموسم غير، هذه الاوقات هذه كلها تختلف وياك. هذه الخبره هي تساعدك بالضبط انك توصل السمكه بالضبط. الشنعده ويقال عنها الكينج فيش. طبعا الشنعده من الاسماك المهاجره، وتتواجد في الخليج العربي وخليج عمان والمحيط الهندي. طبعا الشنعده ممكن تكون في السطح وتنزل الى 180 متر تقريبا،
دائما نشوفها في فصل الشتاء. ليش؟ تدور البرودة. وليش البرودة؟ تبي تتغذى على الربيان او الرخويات او الحبار او العوم. يتكاثر شهر 6 أو 7 وينصاد بالموسم من شهر 10 الى شهر 3. البيئة البحرية عندنا مو صافية من ناحية الوضوح، فلازم يكون في تباين الوان واضحة اساس تشوفها السمكة. لازم تمر القفشة قدام وياها، لان عند هذه مو ريحة، هذه مو يم، هذه نظرة. فاذا مرت الكنعدة قدامها ما شافتها ما راح تاخذها. حالة اذا الماي صافي اوكي راح تصيد باي لون باي نوع، لكن مثل بحرنا مو صافي، اكثره كله اطيان. فدائما نحاول الكفاش نغير بالالوان. ما في مكان تروح له الا لما تدرس عدل، تعرف الجمم اللي فيه، تعرف الارض اللي انت نازلها. ما يصير تروح مكان تشخط فيه انت ما تعرفه. اي مكان لازم تكون دارسه عدل. طبعا زيد عليها، يعني انا كغواص اعرف اي ارض انا اكون ماشي رايح لها من قبل، اعرف الارض هذه وعارفها وشايف شنو اللي تحت واعرف شنو اللي تحت. هذه في ميزه اكثر حق الغواص. الغواص يكون خبره اكثر من غيره، وهذا انا شفته يعني بالنسبه لي، لان انا اعرف كل مكان غصته اعرف شلون اشخط فيه صح، واعرف القمم وينها بالضبط. ولازم الواحد يستفيد من التكنولوجيا شويه، الخرائط موجوده، كل شيء موجود، فكل الامور هذه كلها راح تساعدك زياده. حتى لو ما كنت تعرف هم راح تساعدك. هذا الكنعد وهذا العم. حاليا الكنعدة قاعده تحت، لو تلاحظون لو ترجع باك شوف اذا في مأراس، ما ادري اذا في راس مرينا عليه بعد. فشوي نزلنا البورد تقريبا 5-6 قدم، افضل قياس تخلي 10 قدم عن القاع، ثروه 3 متر افضل شيء حق بحر الفرد. شوف الحين اذا في راس. شوف الخريطه على مكاننا اول شيء. ايش راح اسوي؟ راح ندز هنا. اوكي، قول حق الاوتو بايلوت. ايش تسوي الاوتو بايلوت؟ راح يلف على المكان. طبعا الصيد قلنا على حسب المايه. الحين مايه شو اسمه؟ مايه دارة سجن. هذه مو عودة. مو كبيرة. هذه اللي عطتك العودة، تعطيك طقات. عبد الله عنده اسرار بس ما يبي يبينها. شيء قاعد يقطونه. الحمد لله على صيدنا اليوم، استمتعنا بالطلعة وياكم والمعلومات ثرية ما شاء الله.